Hamdi ve Avreti Kader ve Avreti Kader ve Salat. Allahümme salli ala Muhammeden ve Ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna عن فاطمة الزهراء عليها السلام وبند رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بلد زعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتا من الزعف فقال يا فاطمة أغتني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به وسرت أنظر إليه فَإِذَا وَجَهُهُ يَتَلَأَّأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَرْعَةً وَإِذَا بِبَلَدِ الْحَسَنِ قَدْ أَكْبَرَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّهُ فَقُلْتَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّةَ عَيْنِي وَفَرَّةَ أَخْوَادِي فَقَالَ يَا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زدت ورفض معه تحت الكساء فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وافاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله وأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد علمت لك فدخل معهما تحت الكساء فوزن بلند صلوات فأقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة قريبة من عم رسول الله فقلت نعمها ومع ولديك تحت الكساء
تقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا قيم يا بسيدي وخليفتي الصاحب الرأي قد زلت ولك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا بدا يا رسول الله يتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء والبلند صلاة قال عليك السلام يا بنتي يا بلعتي قد زلت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء وخضع لي رسول الله بتر في الكساء وأرمى بيد اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي محامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حلو لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فنعم صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزقانك علي وعليهم فأذهب عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء بريئا ولا أرضا من حية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا قلم يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء وقال الله عز وجل هم أهويت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها ومعنها وبنها وبلند صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أخبر إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله على علي وعلى عليك يلقى السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وينامي إني ما خلقت سماء مبنية ونام أرضا مرحية ونار مريرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا ليدركم محبتكم وقد أذنني أن أدخل معكم وأن تعبدني يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم كما أذنتم لك فدخل جبرائيل وعلى تحت القصا وغفر بلند صلوات فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء
من الفضل عند الله. فقال النبي هو الذي بعثني بل حق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا أنزلت عليهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وصفت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إلى الله فجاء وفاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا ولي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همهنا ومهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وزد الأنصار. اللهم صل على محمد.